ضد ني ماستر ني مو عيني ماستر ني ممكن يفاجئنا بأي شخصية يلعب بستايل الصبر والتأني متأهب بالضبط صبر وتأني ولا تبوش معاي أي. لا تبوش معاي لأنه راح يستغلها بالأب موست أوبتيمم يعني يستغلها من الزين يستغلها من الزين هيا الله نحن باللوزر كوارتر فاينل ني ضد كولمينوب ني من فريق روكس وكولمينوب من فريق أشتك واريورز أشتك واريورز مباراة صعبة بول ضد فينك يعني رو دامج رو بول شخصية من الشخصيات اللي حيل ممتازة بالشورت سيتس فأنا نقي الحين اكسبلوز باور ضد فينك هل راح يستغل كول مينو بالمحمد مال فينك على اساس انه يحاول يبنش فيها الاكسبلوسيف اوفنس مال بول بس 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 بول مو من الشخصيات اللي يعني الشخصيات اللي حيل حيل ملعوب فيها بطريقه عالميه اي فالمفروض الماتش اب نولج يكون وايد عالي بالنسبه حق كول مينو شوف حاليا تشيكن جيم ها تشيكن جيم الله على الكاونتر سويب مني اوه يدمج صك طق الطوفه قال اسمع دفس اوه اللانشر حلوه منك يا كومي نوب ويحاول ودي الطوفه يكسر فيه وده بعد زياده بوش بوش بزياده الله الفراش شنو هذا يا كومي نوب كومي نوب انسان ثاني احس انه ايفل كومي نوب اي بحده شنو كومي نوب ني قاعد يختار هجماته على ريج اوه كان اوبورتونيتي الله وبلوك ممتاز اه تراكي التراك سايد ستيب هذه بارك تعالى بيك السالفه اجين كول مي نوب للحين عنده المومنتم ممتاز للحين قاعد يلعب بطريقه ممتازه بدايه الجوله قاعد ما اهتز هذا اهم شيء لا تهتز عادي انك تخسر جوله هذا شيء عادي خسرت الجوله الله داك يقول بانش يا ابو يعقل اويرنس ممتاز من كول مي نوب منتبه ابيك بسالفه ابيك بسالفه لا تقول لي اسمك ني لا تقول لي اسمك ني لا تقول لي اسمك ني انا كول مي نوب انا جاي هني عشان افوز ولو لسه شوي متناقض بس فعلا ما يصير اسمي كول مي نوب يا جماعه كول مي فنان كول مي حريف بس شوف الحين اللعب متساوي الله وليه ينزل الطوفه اعطاه بالهدبت يا سلام عليك على البرشر برشر ايش قاعد يصير كول مي نوب كول مي نوب قاعد يوقف الله لحظه ايش قاعد يصير شكله فيها بوش فيها اوه نوج احولك تعال هني الدفس ابيك بسالفه بكسر ظهرك بكسر راسك بطني تعال اعلمك هذا راند يلا هذا راند فول خلص هذا راند فول خلصني شوف الحين ها رد الصبر وتأني رد الصبر اوه اجين ما في تك ثرو بس حطه يمنا فيها اوكي بلوك حلو كول مي نوب ما اهتز يا سلام عليك لكن ما كان كامل شوف دمج شوي يا سلام عليك يا ني ني استغلها طب الزاوية اخر مكسب اوبا بس جيم الاخير جيم الراوند الاخير جيم رهيب جيم استاذ جيم استاذ استاذ ني شلون قدر يقلب المومنتوم كله صح اختار رحماته نشوف صح غير لعبه غير لعبه اي غير لعبه ما دخل عليه نيو فيس لا يعني مثل ما تقول درب فانك انه اول يلعب اكثر كوف بانش صح قص عليه بالموفمنت هذا يسمى الفير كونديشننج بالضبط اخلق لك انت اخطاء انا استغلها ايوه تغيير ستايل عوده على نمط معين استغل لي عرفت شلون؟ بس خلينا نشوف الحين هل في ادجستمنت من كولمينو اوه لو فيري من البدايه من ني ويكمل كومبو اكستندر راح يوديه طوفه لكن شنو المكسب؟ يا سلام عليك يا كومينو الفن الزاويه يا سلام ويسكر المسافه يدخل للحين بالكلوز رينج الله وقف عند حدك سلام الباك تو اوه ويك اب لا تقعد مكانك شوف
للحين لعب لعب يخرع ما كل واحد ماسك نفسه ما ادري ايش بيصير في الحين بطلوا الجيم يتنفسون او متعبوا يا سلام يا سلام لكن ما كان كافي لمسه اخيره لمسه اخيره ومدروسه يا سلام يا تشلوت روح 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 يبا روح يا سلام عليك يا كومينوف حاليا ستيج الروفر بغيت اقول قطه بس ما لها داعي يا اصحابي ماشي اصحابي الاثنين قاعدين هدبة حلو من كول مينوب يحاول الحين يبطئ الرتم على صالحه وشفناه لما يبطئ الرتم يقدر يلعب مايند جيمز بطريقه حلوه مع نيه صحيح يعني اثنيناته ترى شنو شنو هذا الشاب شنو الخرابيط هراده شوف اللعب ايش قاعد يصير باتشر يا على سبيسي شوف 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 قاعد يلعب ستايل ليه ما ادري ايش بيصير ما ادري احس انه الحين بيصير اكسبلوزيف انتري من واحد منهم واحد راح يرعص اوه عنده الليد وقف عند حدك لحظه بموت بس انا تعبت انا تعبت يا ابو علوان انا تعبت يا ابو علوان بموت صوتي راح يا ابو علوان بموت انا بموت تراكينج وقف عند حدك يا سلام عليك بس الوقف حق الستاندينج فور ولانش تعال يا حبيبي دوري احطك بالطوفه لا تقول لي كول مي نوب انا ني جاست تايمينج اوكي اوكي ياخذ اول جوله في نوع من الكونديشننج يا ابو علوي ما يندرى لا لا ما يندرى شوف كول مي نوب احنا قلنا بالمايند جيمز نفس الليفل لكن الفرق الحين الاستغلاليه من راح يستغل هو اسكيب ممتاز سبيشال ثرو الله يا سامع الموفمنت اوه حلو انا احب كومينوب لما يبطئ اللعب لما يصير شوي سريع كذا ما يقدر يذبح الجيم اوه تكثره ممتاز ممتاز حق السبيشال ثرو يا سلام بس كان شوي الفنش بطيء شوف شوف قاعد يحاول يزيد لا ويضيع بوزيشن ادفانتج اخ بس عنده ريج عنده ريج عنده ريج عنده ريج عنده ما خلص ما خلص ما خلصنا ما خلصنا 19 ثانية حلوة اول اوفنس راح منه الريج راح منه استخدمه حق الريج درايف الحين شوية اصعب وايد صعب مو شوية وايد صعب انا اقول شوية بس الوقت يا ابو يعقل الوقت 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 يا اخي الباينت جيمز على مستوى وايد 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 مرتفع كل شيء انقلب كل شيء انقلب سنشوف الحين كومينوب هل راح يقدر يسوي الادجستمنتس تراكينج حلو البلوك بلوك ممتاز على اخر لحظة للحين للحين هالفيلينج ذات للحين فنش ممتاز وقف عند حدك لعب متكافئ لكن بوزيشن لصالح ني ني حاول يستغل فيها ديث فيست دير بالك دير بالك دير بالك وكل منهم يدور فرصه حق اكسبلوسيف كامباك ايش راح يصير؟ اوه اوه كان في اختلاف في بوزيشنينج تكفى تكفى لا لا هذا كان شوك هذا كان شوك انا راح اطيح ما يخالف ما يخالف صراحه ونسونا ونسونا ست وايد حلو ست فنان هذا